إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الختام كما بدأنا بالقرآن نختتم بالقرآن آيات بينات يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد دياب محمد قارئ القرآن الكريم قارئ مسجد النور بالعباسية والمقيم بالفيوم. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأ به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات يا أيها الذين آمنوا اقرأ
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة كل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خيرا ونشكركم لحسن الضيافة وكل عام وأنتم بخير.